حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثالثة. بداية حدثنا عن أهمية استقطاب مملكة البحرين لمثل هذا المعرض. في البداية أشكركم على الاستضافة، مساكم الله بالخير. طبعا معرض سيتيسكيب العقاري هو من أكبر المعارض العقارية في المنطقة، ويستقطب يعني أبرز خبرات التطوير العقاري على المستوى الإقليمي والعالمي أيضا، وهذا يعتبر طبعا فرصة كبيرة لتوفير أفضل الصفقات الاستثمارية في العقارات السكنية وأيضا التجارية، ويسلط الضوء أيضا على التطورات اللي يعني يحتاجها ويراعيها في القطاع العقاري في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون. أهميته طبعا أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الضخم يعطي زخم واعتبار أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ويحقق أيضا أهداف المسيرة التنموية الشاملة في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم. كما أن يعني القطاع العقاري في مملكة البحرين يلقى رعاية كبيرة من قبل الدولة، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين الداعمة لهذا الاستثمار وتشجيع تنفيذ هذا النوع من المشروعات الضخمة. وأيضا هذه كان لها يعني حيز كبير في برنامج التعافي الاقتصادي في مملكة البحرين. تنظيم المملكة لهذا الحدث هو أكبر دليل على استعادة قوة القطاع العقاري في المملكة بعد الجائحة التي أثرت يعني بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي في فترة معينة. وأيضا نجاح هذا المعرض اليوم نقدر أن ينعكس بسبب أنه هو تم إضافة يوم إضافي نظرا للإقبال الشديد من افتتاحه، وأنه مشاركة أكثر من 60 شركة عقارية على مستوى العالم على مستوى البحرين والخليج. هذا أيضا يعني يتيح ويعطي أن البحرين فعلا لها مكانة في يعني الإقليمية وعالمية أيضا في المجال العقاري، وهذا اللي احنا شفناه، وشفنا عدد الصفقات واللي قاعدين يزورونه واللي قاعدين يستفيدون منه. في النهاية يعني أن نجاح مملكة البحرين في استضافة هذا المعرض يؤكد على مكانة البحرين وقدرتها على تنظيم المعارض الكبيرة، وبالتالي له دور كبير في إظهار. سيد أحمد، ما هي الفرص التي يقدمها هذا المعرض للمستثمرين وللمطورين كذلك؟ طبعا اليوم المعرض فيه خيارات كثيرة، خصوصا في خيارات اللي هو يبحث عن السكن أو يحتاج يبحث عن برامج السكنية والخيارات المتاحة، وخصوصا أن اليوم في شراكات كبيرة ما بين القطاع الخاص والحكومة في حل موضوع السكن في البحرين. أيضا حط للسواح أو المقيمين في فرص وفي مشاريع استثمارية، سواء بتكون لها عائد استثماري أو عائد مالي، أو في نفس الوقت تكون خيار حق أن يكون له سكن في مملكة البحرين. فالخيارات اللي موجودة خيارات كثيرة، سواء أن الشخص يستفيد منها أنه يحصل له سكن، أو يحصل الصفقات حق استثمارات أنه هو يقدر يستثمر فيها وبالتالي تكون له مردود اقتصادي ومالي. وايضا ان هي فرص لاكتشاف يعني نوع المشاريع والاحتياجات، خصوصا في التطور اللي صار في التشريعات الاخير يعطي مجال ومساحات جديده حق هذا النوع من الاستثمار والشراكات ما بين يعني الشركات البحرينيه والشركات الاقليميه والعالميه. بكل تاكيد نعم نعم نعم. السيد احمد السلوم رئيس جمعيه البحرين لتنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه، شكرا جزيلا لك.